شهادة والدي صرت أعيش الألم المميت، الفقد الشديد، يعني أشعر كتير بالوحدة. هالشي خلاني انتقل للعمل الإنساني، اشتغلت بمركز بسمة أمل لذوي احتياجات الخاصة لمدة سنتين. الحمد لله رب العالمين، كنت ناجحة أني عم بقدم شيء لهالأطفال، كنت ناجحة بعملي، أطفال التوحد، أطفال متلازمة الداون. بعد فترة خبروني جمعية المنال، الجهة التنفيذية لمنظمة الرواد بإدلب، إنه في مشروع عمل إنساني هو رياض الأطفال بالروضة. بنستقبل فقط فئة التحضيري، من أسسهم ليصيروا صف أول، من خرجهم من الروضة بننقلهم لمدرسة أجيال الغد، حتى منوصلهم للصف ومنسلمهم للمعلم، وإن شاء الله بنكون قد هالأمانة. يعني مشروع كامل دعم الطفل من الروضة لحتى يتخرج. التعليم كتير تحارب، فنحن لازم نزرع شيء بأطفالنا، يعني أطفال سوريا الجديدة إن شاء الله.